عزيزي عزيزتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم Music and Food. اليوم طلب جديد من عند الأخ مدين محمد اللي كيقول فيه: أستاذ، بغينا الدروس في الهارموني، احنا طلبة كونسيرفاتوار محتاجين الدعم ديالك. مرحبا اخويا محمد، وهذا الدرس ديالك وبياسر غادي يستفدوا منه عديد من الدراري اللي متبعين هاد القناة. دونك اليوم غادي نديرو الدرس ديال لارموني، كيفاش نارمونيو اون غام، وهي اللي غادي تكون غام ماجور. يلاه معانا التسويت. دونك كيف ديما كنعطيكم انا ديما لي كور في الضو، وانتوما كتحاولوا تقلبوا عليها في الري، في المي، في الفاصول، وفي لا، وفي السي، كوم سا باش نتوما كتخدموا وكديروا ليكزيرسيس وكديروا دي ريشيرش بوحدكم. وهي مسألة زوينة حيت كتعلموا فيها اون ميم طون، اي حاجة دارت على الراس مزيانة. الوغ كيما قلنا اليوم غادي نشوفو الدو ماجور اشنو غادي نخرجو منها، او لا كنقولو كان هارمونيزيوها، كان هارمونيزيو اون غام ماجور. دونك دو ماجور كيما كتعرفو فيها دو غي مي فا سول لا سي اي دو. هاد دو هي هادي، هي هادي او هي هادي، غير كيما كنقولو هادي ايغو، هنا سي ميديوم، هنا باس. واخا الوغ لا كاب ديال الدو اش يمكن ليها تخرج لينا؟ مثلا عندنا اكور ديال دو ماجور اللي فيه دو بي اي سول، هذا كيتسمى دو ماجور بثلاثة ديال النوطات او لا 300. اوكي دابا الدو خصنا نعرفو كيفاش غادي نارمونيزيوها، ما يمكنش ليكم ديروها في اي نوطه، كتسها تكون ديما عندها علاقه مع لا غاب ديالها. لاحظوا معايا حنا في الدو غادي نشوفو الغي، عطاتنا غي مينور. علاش؟ حيت هاد لاكور عندو علاقة كلو مع الضو. دونك عطاتنا ري مينور. دابا غادي نشوفو المي. المي لا تيغس ديالها هي الصول، و لا كانت هي السي. دونك الى جينا نشوفو هاد لي تروا نوت تا هما كاينين في لاكاب ديال دو ماجور. اوكي نمشيو لفا. فا لا تيغس لا اي دو، احنا عندنا اكور الفا ماجور. دابا نشوفو سول. سول لا تيغس سي اي ري سي لا كانت، عطاتنا سول ماجور، وهاد لي نوت كلهم كيما كتلاحظو معايا راهم كاينين في لا غام ديال دو ماجور. غادي نشوفو لا،
la tierce à tatna to li hiya wlat mineur علاش حيت عندها علاقه مع الدو ماجور الا كانت المي عطاتنا لا مينور دونك دابا غادي نشوفو سي سي ري لا تيرس اف فا هنا كتلاحظوا معايا جات شي شويه في شي شكل علاش حيت هذا الاكور كنسميوه سي مينور بيمول 5 فوالا دابا غادي نشوفوا كيفاش نهارمونيزيو هاد لا غام دو ماجور بربعه ديال لي نوت اوكي نبداو بالدو La tierce mi, la quinte sol, radi zido si, atatna do majeur sept. Ou kif ma katahdou m'aya, had les notes kullohom, andoum alaqa flagam diel do majeur. Ok, m'sieu re. Ré, Fa, c'est la tierce mineure de Ré, et là c'est la quinte, on va dire Zido Eléa, Do. Maintenant, Ré mineur 7. Le Mi catholic. Mi, Sol, la tierce mineure de Mi. Si la quinte, on va dire Zido Eléa, Ré. L'Atana, accord Mi mineur 7. Le Fa. La, c'est la tierce majeure de Fa. Et Do, la quinte, on va dire Zido Eléa, le Mi. Atatna, Fa majeur 7. Sol, Sol, Si, c'est la tierce majeure du Sol, Ré. La quinte est radisée de l'Ia Alpha. Atatna, Sol 7. Ou kif ma katlahdou m'aïa. انا هاد لي نوت كاع اللي لعبتهم هنايا عندهم علاقه مع لا غاب ديال دو ماجور مشيو لا لا عطاتنا الميلور اي لا كانت بي غادي نضيفو عليها سول سو كي في عطاتنا لا ميلور 7 اجي نشوفو دابا سي Si, Ré, c'est la tierce mineure de Si, Watatna, le Fa, le Hia, flagab de Do, ou La. L'accord de Bekmel de Si mineur bémol 5. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا الاكور راه كنستعملوه بزاف ديال الاغاني غنقول لكم مثال ديال اغنيه I will survive ها هو Thank you.
دونك هاد لاكور كنستعملوه بزاف مثلا اوتوب ليفز ها هو انا باش كنمشيو لبي عقلوا على هاد الاكور وحاولوا تلقاو في كاع لي جام راه مهم بزاف بيمول 5 اوكي دابا لاحظتوا معايا بان لا جام ديال الدو هارمونيزيناها وكلهم في لا جام ديال الدو ديما خصكم تحضيو باش هارمونيزيو واحد جام ماجور خصكم ديما تهارمونيزيو ديرو لي زاكور يكونوا عندو العلاقة مع لا جام اللي لاعب فيها انت اوكي غادي ندير لكم واحد اكزامبل اخر اللي غادي يكون فيها مثلا لي بلاك لي نوار باش تفهموا معايا مزيان غادي نديرو مثلا فا ماجور عطاتنا فا ماجور اوكي دابا هارمونيزيوها غادي نمشيو للسول سول لا تيرس نورمالمون سول هي ماجور لا تيرس تاعها ولكن لا جام ديال الفا فيها فا سول لا سي بيمول سو كي في خصنا نديروها بيمول دونك اش غتولي عندنا سول مينور لا دو البي دونك هاد لاك هاد لا مينور جات في لاكاب ديال الفا ابخي شوفو السي ما غاديش نقدروا نمشيو للسي علاش حيت لا جام ديال فا فيها سي بيمول دونك خصنا نهارمونيزيوها بلاكور سي بيمول دونك عطانا سي بيمول مينور علاش حيت الفا دونك فيها الري والفا نمشيو للدو Donc, non. Attends, do majeur, ré, la tierce, alpha, l'état de mineur dial ré, et la quinte. Attends, ré mineur. D'abord, la hdoum aïa, le mi. La tierce sol li jette la gamme ديال fa donc kayna sol après kayna si bémol parce que nous bqaw f la gamme ديال fa hna شنو عطاتنا عطاتنا un accord diminué li huwa mi diminué دابا نلعبوهم أربعة ديال لي نوط فا عطانا ماجور سات سول مينور سات لا مينور سات دابا نمشيو للسي ما غاديش نقدرو نديرو السي غادي خصنا نديرو السي بيمول عطانا سي بيمول مينور سات ابخي لا جام ديال الدو علاش لعبت سي بيمول حيت كاينه في لا جام ديال الفا
عطتنا دو ستيام غي عطتنا غي مينور سات بي صل لا تيرس مينور ديال بي غادي خصنا نلعبو سي بيمول حيت كاينه في لاكاب ديال الفا ابخي غادي نزيدو عليها الري هاد اكور تا هو بنين فيها الري فوالا دابا غادي نرجع لكم للضو وغادي نلعب لاباس في الضو وغادي نارمونيزي لي زاكور بلا ما نبدل لاباس ديالي ولاحظوا معايا لو سون كي غادي يكون دو لاباس غتبقى في الضو وغادي نلعب ري مينور زوينه نمشي لمي مينور الفا صل اللا مينور سي اي دو هنا لاحظتوا معايا خليت لا باس في الضو ودرت لها لارموني في لاكاب ديالها كلها وكاع ما ديرونجاتني سي تو سامبل غير هو خصكم بيان سور تحضيو مع لي نوت اللي خصهم يكونوا عندهم علاقه في لاكام اللي انت كتهارمونيزي فيها وانتم كذلك اذا عندكم شي سؤال او لا بغيتو تعرفوا شي حاجه في البيانو او لا في الموسيقى بصفه عامه ما عليكم غير تكتبوا لي دي كومونتير اخوكم معاكم عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي فهاد اللحظه كتنتهي هاد الحلقه والى الحلقه القادمه ان شاء الله